العودة إلى الدوام الحضوري يبدو أنها لم تسر كما كان مخطط لها، فمنذ الأيام الأولى لبدء الدوام واجه طلبة المدارس نقصا في المستلزمات من الكتب والقرطاسية ومقاعد الدراسة، بالإضافة إلى تهالك المباني المدرسية التي كانت مهجورة خلال العامين الماضيين. صار لنا شهر نداوم لحد الآن كتب ماكو، ليش يعني؟ نضطر نجيب كتب من المكاتب، هسه الفقير منين يجيب؟ الفقير منين يريد إذا يريد يجيب كتب ميله ما عنده فلوس، يعني المفروض الدولة توفر له أبسط حق وهي هاي المستلزمات المدرسية. أنا عندي 4 أبناء يداومون بالمدرسة، فراحوا يستلمون الكتب، فقالوا الكتب وزعناها مال العام، فأنا رحت للمدير قلت له أستاذ وين الكتب؟ يقول والله وزعناها وخلصت. زين الفقير منين يجيب؟ الكادح منين يجيب؟ أنا أقدر أشتري بس غيري شلون؟ معنيون في الشأن التربوي أكدوا أن توفير الكتب ضروري في ظل ارتفاع أسعارها وأسعار الملازم الدراسية في المكاتب الأهلية، وأن توزيع المدور من السنوات الماضية من الكتب القديمة لا يسد حاجة المدارس. عندما سنت الحكومة الدوام الحضوري وعدم توفر الكتب اختلت العملية بالكامل، احنا لازلنا في عملية التدوير، ندور الكتب التي وزعناها للطلبة، عدنا استلامها وما متوفر لدينا من السنوات السابقة أصبحنا الآن نقدمه للطلاب، وهذا ضمن المتمكنين عليه. أبنية كرفانية وأخرى طينية، إلى جانب النقص في الكتب المدرسية التي لم يتوفر منها سوى 25% فقط، زاد عليهما ضعف الحالة المعيشية والدخل المحدود. هذه المعوقات أضافت عبئا جديدا على الطلبة وأولياء أمورهم. من صلاح الدين، فراس الحسني، التغيير.